العدو منهار، العدو منتهي بكل منهار، يستجدي نسمع فيهم في بعض السكيات اللي تم غنمها منهم، انهم يطلبوا في الـ في الـ في النجدة من افرادهم ومراهم اللي يكلموا فيهم خلف البحار. نحن الحمد لله تم السيطرة على معظم المناطق الآخر أوكار، والأوكار اللي هي تعتبر السنتر نتاع الخوارج ومكان سيطرتهم. انتهيت القصة خلاص بإذن الله، بنغازي تحررت وإن شاء الله نقولوا العقبة ليبيا كلها، ونحن جيش ما نبش نقولوا مثلا بنغازي بس، لا بإذن الله ليبيا كلها بالكامل، وبإذن الله زنادنا وبندقنا شرب بنغازي نحروها وعقولنا في جدابية، والخبر اللي صاير في جدابية بإذن الله هانت. Yeah, it's a...